شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كل مرة ييسر الله سبحانه وتعالى لنا ندرس شبهة واحدة من شبه الصوفية حول التوحيد والعقيدة الإسلامية. لم دخل في الامتحان يا شيخ. هاي مثلا الامتحان ده وريهم كان يكتبوا من الأول. أكتب يا جماعة، لأنه الصوفية الآن يعني صارت صوفية تميل إلى الشبهات أكثر من الرقيص والفتة والنوبة وغيرها. وهذا لا يجابه إلا بالعلم، لا يجابه إلا بالعلم. والمناظرة التي جرت بين الإزيري والهواري كلكم حضرتوها، والهواري اتمرمط دول الوطن. السبب لأنه لا علم له، ولا علم له بالذات في العقيدة والتوحيد التي هي أساس الدين وأساس الإسلام وهي الإيمان. فلذلك مجابهة الصوفية ونشر التوحيد يحتاج إلى علم وإلمام تام بشبهات الصوفية حول الإسلام والرد عليها بكل قوة علمية، ما عضلات ولا كوراك ولا جوط. ده الشبهات دي والرد عليها تحفظ عن ظهر قلب، لأنه حتمشي مسجد في حلتك تتكلم عن التوحيد والشرك وكذا، بينط عليك واحد صوفي او اخو مسلم يديك شبهات زي دي، قال فلان ابن تيميه في كتاب كذا صفحه كذا، وقال ابن القيم في كتاب كذا صفحه كذا طبعه كذا، بجهدك والله لو انت ما ملم بالرد على هذه الشبهات المام كامل غير ناقص بدي تورط. لانه الصوفيه الان بقى يعلموا دراويشهم وأفراخهم الشبهات دي يا جماعة. فكل مرة كده إذا يسر الله عز وجل نجيد، كل مرة ناخذ شنو؟ واحدة بس. قال ابن تيمية في تفسيره، ابن تيمية عنده تفسير غير الموجود في الفتاوى، تفسير كتبه بيده، قال روى الأزرقي عن محمد ابن أبي عمر العدني، روى الأزرقي عن محمد ابن أبي عمر العدني. لو فاتتك حاجة عشان ما تعطل الزول جنبك شنو ما شنو وقال شنو بتعطل معاك عشرة في الطابس، اكتب البعدية بعد ما ينتهي الدرس أسألك نفرين سيقات من جنبك وتمها منها. طيب، حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي، عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي عن أبي هارون العبدي، عن أبي هارون العبدي كتبنا أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع عمر إلى مكة، خرجنا مع عمر يعني ابن الخطاب إلى مكة
فلما دخلنا الطواف قام عند الحجر اللي هو منه يا جماعة عمر بن الخطاب. فلما دخلنا الطواف قام عند الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وده لحد هنا مشهور عند الناس مش كده وصحيح لحد هنا. ثم قبله يعني في الطواف فقال له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع. ودي الشبهة هنا يا جماعة، عرفت الشبهة وين؟ مع عمر بن الخطاب قال الحجر ده شنو؟ لا يضر ولا ينفع وقبلوا. علي بن أبي طالب قال له بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع. دي شبهة الصوفية هنا، يقول لك إذن الحجارة بتضر وتنفع والقبة وغيره نتبرك ويضر وينفع. قال عمر وأين ذلك؟ يعني قال لي علي بن أبي طالب الدليل بتاعك شنو؟ وأين ذلك؟ قال في كتاب الله. قال يعني علي بن أبي طالب في كتاب الله. قال عمر وأين ذلك في كتاب الله؟ قال علي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآية من سورة الأعراف. قال علي فلما خلق آدم مسح ظهره مسح ظهره يعني داري وريه كيف الاستدلال بالآية على أنه الحجر يضر، حجر الأسود يضر وينفع. قال علي فلما خلق آدم مسح ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد. فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم كتب ميثاقهم في رق. وكان هذا الحجر له عينان ولسان. فقال له افتح فاك فقال له افتح فاك فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع. الموضع ايته الموجود فيه. وقال تشهد تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. يعني ده النفع بتاع الحجر الأسود حيكون وين؟ شهيد لمن وافاه، يعني جاء عنده وقبله كده وحضر عنده قبله واستلمه. ومن السنة أنك تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه، من السنة الصحيحة المهجورة الحجر الأسود. طيب المهم، وقال له تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، إنه يشهد إنك أنت جيت عند الحجر الأسود وقبلته وكده عملت السنة. ده قصد علي بن أبي طالب من نفع الحجر الأسود، إنه ينفع شنو؟ يضر. طيب
وكيف يضر؟ وين الضرر هنا؟ يشهد لناس وافوا وناس ما شهد لهم انه وافوا، يبقى ده ضرر لهم، صحيح ولا ما صحيح؟ فهو قال ينفع يضر بهذا المعنى. قال عمر لما علي بن ابي طالب قال له كده، قال اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فيهم يا ابا الحسن. حديث نقله الازرقي في اخبار مكه جزء الاول صفحه 323. وموجود في شرح العمدة كتاب الحج. كلام يا دو. أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. ده كلام عمر. نقل الأزرق في أخبار مكة جزء واحد صفحة 323 وفي شرح العمدة كتاب الحج الجزء 2 الصفحة 436 437. شرح العمدة كتاب الحج جزء 2 الجزء 2 صفحة 436 437. طيب أول حاجة، أول وقفة مع هذا الأثر من جهة الصحة أنه غير صحيح، هذا الأثر غير صحيح، لأنه من رواية أبي هارون العبدي في الإسناد، قبل لو لاحظته موجود أبي هارون العبدي، واسمه الحقيقي عمارة ابن جوين، عمارة ابن جوين، جوين بنون في النهاية بنون، جيم واو يا نون. توفي سنة 134 هجرية. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ليس بشيء. أبو هارون العبدي الذي اسمه من؟ عمارة ابن جوين. قال عنه الإمام أحمد ليس بشيء. وقال عنه شعبة رحمه الله لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون، لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون العبدي. قال خير لي يطبحوني عديل مما أحدث عن الرجل. قال ابن حبان رحمه الله عن أبي هارون العبدي قال كان يروي عن أبي سعيد الخدري ما ليس من حديثه. ولو لاحظت الحديث رواه عمنه عن أبي سعيد الخدري نفسه رضي الله عنه. عشان كده ابن حبان قال كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه. أنا داير شفت الشبهات دي كله، والله لو ربنا وفقنا إن شاء الله ناخذ واحدة بس. الأسبوع ده من هنا للجمعة تحاول شنو؟ يوم يترددها. يعني الكلام ده تكون حافظه وين؟ في راسك. قام صوفي كده في الجامعة قال رواه فلان، بس انتظره ينتهي بس. أنجمه لما نتكيف. طيب. لكن لازم تحفظه في قلبك. عرفته؟ ها؟ أي ما جايك أنا أصبر. طيب. وقفنا عن قول منه ابن حبان وعن شعبة. شعبة دار يأكد لنا انه يعني انه فعلا هو بيكذب على منه ابو سعيد الخدري. ابن حبان قال كان يروي عن ابي سعيد ما ليس من
حديثي. شعبة قال: أتيت أبا هارون العبدي فقلت له: أخرج إلي ما سمعته من أبي سعيد. أديني الحديث سمعت عن أبي سعيد الخدري. قال شعبة: فأخرج إلي كتابا كله كذب، كتابا شوف، فإذا فيه حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن عثمان بن عفان أدخل حفرته يعني قبره وإنه لكافر بالله، فدفعت الكتاب في يده وقمت عنه. يعني عرفوا الزول ده ماله كذاب ومجرم كبير. نعم، هو شيعي، لذلك قال عنه الدارقطني: متلون خارجي شيعي. دي برضه اكتبها معاك، متلون خارجي شيعي. وعن صالح ابن محمد وهو ابو علي، وعن صالح ابن محمد وهو ابو علي، وقد سئل عن ابي هارون العبدي فقال: اكذب من فرعون، فقال اكذب من فرعون. ده صالح ابن محمد سئل عن ابي هارون، ده ذاته اسمه منو ابو هارون؟ ده منو اللي قال عمرو ده؟ لازم تحفظه بالنص، لانه لو قلت عمرو يطلع بعدين صيغه ولا يطلع كده. عماره ابن جوين، متوفى سنه 134 هجريه. طيب، وعن صالح بن محمد وهو ابو علي، وقد سئل عن ابي هارون العبدي فقال: اكذب من فرعون. يبقى القصه دي مالها يا جماعه؟ منتهيه مره. طيب، وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه. حتى لو ما حفظت الاقوال دي كلها ممكن تحفظ لك ثلاثه وتلبد بها في الجامع بس. طيب، لو عندك قوه تحفظها كلها افضل. طيب، وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث، متروك الحديث، ده كلام النسائي. وقال شعبة: كنت أتلقى الركبان، مش ينتظرهم برا لأهمية الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان في شنو؟ في البيع. يعني ما التجار ما يمشوا برا القرية ينتظروا الناس الما من الغارية شايلين بضاعة جايين داخلين برا، يقوم يغشوهم في الأسعار. قال له: الحاجة دي والله جوا تلقوها رخيصة بجنيه، هو تلقاها ب 100 جنيه، اشتروا منهم بجنيه ويجي جوا بيوعوها ب 100 وحاجة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغبن. لكن هنا ما في البيع، هنا كان يتلقى الركبان برا شعبة لأهمية الموضوع. الموضوع شنو؟ دار يسأل من المجرم ده، من يسأل عن أبي هارون العبدي. قال: كنت أتلقى الركبان أسأل عن أبي هارون العبدي فقدم، وذاته جاء قال: فرأيت عنده كتابا، شفتوا شايل لك كتاب فيه أشياء منكرة في علي رضي الله عنه، فقلت له: ما هذا الكتاب؟ فقال: هذا حق. الأشياء كلها منكرة وكذب عن علي بن أبي طالب، عرف شعبة. قال له: ده شنو؟ قال له: ده هذا حق. ده مما يثبت لك أن الرجل ده يا جماعة شنو؟ رجل مجرم كبير جدا. طيب، الوقفة الثانية مع هذا الأثر، ده كله أي نعم، ده كله في ميزان الاعتدال للذهبي، الجزء 3 الصفحة 182 183 حسب الطبعة اللي عندي، ميزان الاعتدال للذهبي الصفحة الجزء 3 صفحة 182 183 نعم.
الجزء 3 ميزان الاعتدال الذهبي صفحة 182-183. لكن انتبه لما تفتش في ميزان الاعتدال في طريقة بتاع التفتيش، يعني مثلا الزول ده أبو هارون العبدي هو بالحروف، لكن الكنى الأسماء الجايبة الكنية جايبة في آخر مجلد الجزء 5 حسب الطبع اللي عندي، في آخر المهم في آخر مجلد جايب هناك الكنى، فتمشي لمحل الكنى أبو هارون العبدي بيوريك اسمه الحقيقي، ترجع لاسمه الحقيقي حسب الترتيب الحرفي الأبجدي تلقاه شنو؟ حسب ترتيبه تلقاه موجود في الجزء 3. عرفتوا يا جماعة؟ طيب المهم الوقفة الثانية الشبهة ويني؟ ها؟ كلام علي بن أبي طالب، بلى إنه يا أمير المؤمنين بلى إنه ينفع ويضر. طيب كمل، ما هو النفع والضر؟ ها؟ نعم، ما هو النفع الذي ذكره علي بن أبي طالب؟ أنه يشهد يوم القيامة بس، لكن ما قال يتبركوا به زي ما الصوفية بيستدلوا بالكلام ده على شنو؟ على إنك تمشي تمسح كور عين الشيخ وتتبرك بالحجر والقبة بتاعته إلى آخره. عرفت يا جماعة؟ ده الموضوع كله. يعني حتى لو صح الأثر ما فيه دليل على صحة ما ذهب إليه عباد القبور اليوم، صحيح ولا ما صحيح؟ فهمتوا الوجه الرد؟ بس ده الموضوع. ثالثا، نهى الله سبحانه وتعالى عن التبرك بالحجارة في القرآن الكريم عند قوله تعالى ولا أدري استدل بها الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد أفرأيتم اللات والعزى. قال اللات بقراءة التخفيف، تخفيف التاء، اللات والعزى، اللات بتخفيف التاء حجر كان يصنع عليه هذا الرجل السويق، فلما مات تبركوا بهذا الحجر وعبدوه من دون الله. أما اللات بقراءة تجديد التاء تعني الرجل الذي كان يلد السويق، اللات. وأين التحريم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، التحريم وين؟ ربنا قال أفرأيتم، وين التحريم؟ قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ربنا قال أسماء فقط خاوية من النفع والضر، أسماء خاوية، ومع ذلك كانوا يتبركون بهذا الحجر وغيره من الأصنام التي ذكرت في الآية. وقال عز وجل إن يتبعون إلا الظن، فدل ذلك على أنها لا تنفع ولا تضر، ومن اعتقد فيها النفع والضر فقد أشرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. بالنسبة للمكتبة دي أنا ما أعرف نبهوكم ولا ما نبهوكم، هي وقف لله سبحانه وتعالى، فما يجوز الإنسان يشيل منها كتاب يمشي به وبيته، حتى لو عندك مناظرة ولا عندك أي شيء، بس محلها هنا بس. أنقل لو قدرت أنقل، أنقل في كراسة أكتب، لكن الكتاب خليه محله حتى لا تضيع يا جماعة. بعد شوية الناس ما بنتهم الناس، لكن الناس بتنسى، يقول بيجي الكتاب يقول بجيبه بكرة أو الجمعة الجاية بينساه، وده كتاب تجي تلقى السلسلة صحيحة بقى 3، وتلقى مجموعة الفتاوي بقوا 2، فما يجوز لأي زول، حرام. أنا دو أقفل لله عز وجل إنه يشيل كتاب يمشي به ولا أي سبب من الأسباب. لو عندك صوفي بفرفر دار يموت لاحقه بالكتاب خليه يموت. ما بعض الناس واحد يقول ضرب لك يقول لك يا أخي والله الزول ده خلاص قرب، خليه يطير، كتاب خليه قبل. أنقل أنقل
اعمل لك الراس وقلم انقل الفوائد بتاعتك الدائره ورجع الكتاب محل لقيته حتى ينتفع بها الناس. وفي اخوات بيجونا برضو في عندهم ايام برضو بينتفعوا منها. هاي بس انت كتاب من هنا قريته رجع محله بس. نعم جزاكم الله خير بارك الله.